قلبك وضعفي واعمل اللي بدك ياه قوي قلبك وضعفي. مرحبا واضح، انا عباس عجاج حسن علموسي جعفر، عصفور الطرب الجديد. سيلبريتي دويت، انا كنت مفكر انه راح اطلع من اول حلقه لانه صوتي كتير بيقرف، وقلت لهم هذا الشيء. انا كنت انه بحب اني غني لانه بالبيت كنت ضلني اكل قاتل لما نغني. هواهم رحت اغني يا ليلي يا عيني. هلا هي اللهجه إلها داخل بهذا الشيء، بس انه بعتقد كل العالم بتحكي نفس الشيء مثل ما انا بحكي. مش كلهم انشهر الحمد لله، في شيء بقلب اللهجة وبقلب عباس، عملوا مع بعض شيء كتير حلو وطلعوا مهضومين. لما ما كنت محضر وإجا وقت البرايم وهيك بس قوم وقف، العالم بيقولوا يا حرام ووقع وهيك، كلهم صدقوا إن أنا وقعت عن جد. كان في كتير شيء حلو مع مايا اللي عملناه، ما بعرف هاي بترقصي تحت الشتاء كانت كتير حلوة. صوتي أسأل شيء صوتي وصارت مطرب. اللي غايب علي مدة سهرتي. هو الصراحة لا، أنا كنت مبلش فيها تسلية إنه صارت أنا دارس بزنس، ما دخل أبدا بالتمثيل، وثقبت إنه كان الفيدباك من العالم حلو. بلشنا بالجديد، رجعنا LBC وهلأ MTV والحمد لله، يعني لك وانصرنا إن شاء الله يكون عم نرضي كل العالم، وهذا شيء كتير صعب. أوكي.